بالتعاون مع محافظة الدقهلية وعدد من الشركات الخاصة الكبرى في مجال الإنشاءات، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مشروع المنطقة التجارية واللوجستية بمدينة المنصورة، وذلك من خلال إنشاء مول تجاري ومناطق لوجستية للسلع المختلفة باستثمارات تقدر بملياري جنيه لتخدم أهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المحيطة. لما بنتكلم على منطقة لوجستية في محافظة زي الدقهلية ونقول مساحتها 47 فدان وهتشمل زي ما سمعنا منطقة تجارية يعني مولات ومنافس توزيع وكذا، منطقة ترفيهية، منطقة لوجستية يعني مخازن وأماكن فرز وأماكن تعبئة وأماكن كذا، وكذلك ربما يكون هناك كذلك فندق حتى يكون هناك فندق. لما نبص على المكونات دي ونيجي نشوف محافظة الدقهلية أو محافظة الشرقية، أو هتجد أن المحافظات بتاعتنا التقليدية اللي هي نمت التجارة فيها مجرد شادر أو حتة مخزن في عاصمة المحافظة، ثم بعد كده منافذ والناس بتقضيها تمشيها بالعربيات ويروح يجيب شوية بضاعة من حتة ويجيب حتة من كده، لا، الكلام ده ما بقاش هو له كفاءة إطلاقا في عملية التجارة. هذا المشروع الحقيقة هو على مساحة 47 فدان، هو نقلة نوعية لمنظومة التجارة، بتغير ثقافة المجتمع في الدقهلية، بتوفر فرص عمل كثيفة. هذا المشروع بيوفر ما يقرب من 20,000 فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة. هذا المشروع زي ما ذكرت هيكون فيه استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه أو تتعدى هذا الأمر. هو بكورة مشروعات في محافظة الدقهلية، هناك مشروعات أخرى بيتم التفاوض بشأنها، والنهاردة الحقيقة ذكر أن ممكن يكون في سوق للجملة، ممكن يكون في مشروعات تجارية متنوعة أخرى، ولكن هذا المشروع يأتي ضمن مجموعة من المشروعات اللي بيطرحها أو بتطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية كفرص استثمارية حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص. خلي بالك هذا المشروع لا يتم إنشاؤه وإدارته وتشغيله إلا من خلال القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية. محمد القليوبي لبرنامج على مسؤوليتي.